بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي مشاهدي قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البرنامج الذي يعمل على زرع الفكر المهدوي في أذهان محبيه وللتعرف على مدى الثقافة المهدوية الموجودة لدى المؤمنين المنتظرين لقيامه وقيام دولته العادلة، من خلال مجموعة من الأسئلة التي نطرحها على الأخوة المؤمنين الذين يتوافدون إلى هذا المكان المبارك، هذا المكان المقدس الذي فيه أنفاس الإمام المهدي، المكان الذي اختزل التاريخ لأن الأنبياء جميعا قد صلوا في هذا المكان، فلذلك هو مكان تحيطه الأنفاس الإيمانية والروحانية، وهو كذلك منزل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عند ظهوره المبارك. نطرح عليهم مجموعة من الأسئلة، الغاية منها هو معرفة مدى ثقافتهم والعمل على ترسيخ هذه الثقافة والفكر. سادتي المشاهدين الكرام، على بركة الله نبدأ أول لقاءاتنا بأحد المؤمنين الوافدين إلى مسجد السهلة المبارك، هذا المسجد الذي اعتاد الكثير من المؤمنين على ارتياده والتعبد والطاعة والتقرب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في كل ليلة أربعاء من كل أسبوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا سؤال الغاية منه هو زيادة المعرفة والثقافة المهدوية لدى المؤمنين، فنريد أن نعرف منك كم هو عدد السفراء للإمام المهدي وما هي أسماؤهم؟ عدد السفراء 4 سفراء. نعم. وأولهم عثمان بن سعيد العمري. نعم. والثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، حسين بن روح. والثالث حسين بن روح، والرابع السمري. نعم، أحسن، بارك الله بك. هل لك أن تطلعني بصورة مبسطة ما هو الدور الذي قاموا به في تلك الفترة؟ يعني هي تأدية رسالة، يعني توجيه الناس، يعني بمقام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. يعني هم شلون يعني الـ المراجع هم اللي يرشدون بهذه الامور يعني الدنيويه، هم هم تكملا للحجه المنتظر عجل الله فرجه الشريف. احسنتم، بارك الله بكم، جزاكم الله خير. اذا ساده المشاهدين الكرام، فعلا كما تحدث الاخ المؤمن انهم كانوا يؤدون دور النيابه عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويتواصلون مع الامه ويقومون بايصال ما يريده الامام من رسائل إلى الأمة، وكذلك ما يحتاجونه من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إجابة كانت صحيحة وفي محلها،
وهنالك هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية، نرجو قبولها موفق إن شاء الله. أحبائي مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نحن نجلس الآن بالقرب من مقام مبارك ألا وهو مقام الإمام الصادق، والذي يعد من أكبر المقامات وأكثرها أهمية، طبعا يوازيه في الأهمية مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والكثير من مقامات الأئمة الموجودة في مسجد السهلة. في الحقيقة الناس حينما يأتون إلى هذا المسجد في الغالب تقام صلاة الجماعة في أوقات الصلاة المفترضة في هذا المكان، فهو إن شاء الله مكان فيه فيوضات ونفحات إيمانية، ويسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ علي حمزة. علي حمزة. أنتم متعودين على القدوم أنتم أهاليكم إلى هذا المكان، نعم، مسجد السهلة للتبرك به. الشرف في هذا المكان المقدس. نعم. نعم. بودي أن أسألك سؤال حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الذي يؤنس الإمام المهدي القائم في وحشته؟ الخضر عليه السلام. ممتاز ممتاز. هذا الخضر لديه قصة في القرآن الكريم، أين وردت؟ في أي سورة؟ سورة الكهف. سورة الكهف، أحسن، بارك الله بك. إذن سادة المشاهدين الكرام، الخضر عليه السلام هو من يؤنس الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وحشته، وهذا الخضر عليه السلام قد وردت قصته في ضمن ثلاث قصص وردت في سورة الكهف في القرآن الكريم، تحدثت عن الخضر عليه السلام وعن ذي القرنين. قصص القرآن الكريم كثيرة، ولكن هذه السورة بالذات العلماء يقولون أنها ترمز كثيرا إلى أحداث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا الجزيل لكم، بارك الله بكم، شكرا جزيلا، تقبل الله زيارة والأعمال. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم وفي هذا المكان المبارك مسجد السهلة المعظم، ونحاول في تغطيتنا لهذه الأسئلة المتعلقة بالإمام المهدي أن يكون هنالك أكثر من فئة شبابية تحضر معنا، وفي الحقيقة هو أمر إن شاء الله يدخل السرور على قلب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يشاهد شبابه المؤمن المنتظر لظهوره. يسرنا أن نلتقي مع أحد الشباب. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ الله وبركاته. مهند عباس قاسم. الله يبارك بكم إن شاء الله. لدينا سؤال حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونريد منك الإجابة عليه. من هو وزير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ النبي عيسى عليه السلام هو وزير الإمام المهدي ورسوله إلى العالم المسيحي. أحسن، بارك الله بك، جواب جدا صحيح وممتاز. إذن سادة المشاهدين الكرام، كما تفضل الأخ المؤمن، وزير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المسيح، والعلاقة بين المسلمين والمسيح هي علاقة حميمية، كما ورد في القرآن الكريم أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، لا يفصلنا عن المسيح عليه السلام إلا اختلافات بسيطة من الممكن أن يعالجها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بكل يسر وبكل سهولة، ونتفق معهم في الكثير من الأمور، فهم يؤمنون بالملائكة ويؤمنون بوجود الجنة والنار والثواب والعقاب، إلا أن هنالك إشكالية حصلت في قضية الخلق والتجسيم وغيره، وهذه من الأمور التي سيعالجها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عند ظهوره المبارك بالاستعانة بوزيره المسيح عيسى عليه السلام الذي يكون رسوله للعالم المسيحي. شكرا جزيلا وبارك الله بكم. الله شكرا خير. طيب الله أنفاسك. سادة المشاهدين الكرام، كما نوهنا أن هنالك فئات عمرية مختلفة تفد على هذا المكان المبارك،
وفي الحقيقة الشكر موجه لآبائهم وأمهاتهم الذين يأتون معهم بأطفالهم الصغار من أجل أن يعودوهم ويثقفوهم على حب الأماكن المقدسة، حب الارتباط بالأئمة، حب هذه المقامات، وكذلك هذا المقام المبارك ألا وهو منزل المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يحاولون أن يجعلوا علقة بين هذه البراعم الصغيرة، الأطفال الصغار، وإمامهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ونلتقي مع برعمة صغيرة ومؤمنة إن شاء الله. السلام عليكم. سارة. سارة، سارة، أنت جيتي إلى مسجد السهلة، أي مقام زرتي؟ على إمام المهدي، مقام المهدي عليه السلام. عليه السلام، مقام الإمام المهدي، الله يوفقك إن شاء الله ونتمنى لك الموفقية. هذا كتاب هدية مقدم من قناة الإمام المهدي الفضائية إن شاء الله. موفق عمو، شكرا. لازلنا مستمرين وإياكم وبرنامج في منزل المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مسجد السهلة المبارك. وفي الحقيقة يثلج القلب أنك تجد هذا الشباب في هذه الأعمار وهم يفدون على مسجد السهلة للتبرك به وكذلك لنيل فيوضات الإمام وبركات هذه المقامات المقدسة. يسرنا أن نلتقي مع أحد هذه الشباب المؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ مصطفى محمد، من أهالي النجف الأشراف. الله يبارك. أعرف كثيرا عن الإمام المهدي. نعم. أنا أحب أسألك أولا، أنت دائما تحضر إلى مسجد السهلة؟ نعم، كل ثلاثاء أتي إلى مسجد السهلة برفقة أبي. نعم. ماذا تعرف عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ الإمام المهدي هو الثاني عشر من أهم أئمة الهدى. والده يكون الإمام الحسن العسكري، ولد في 15 من شهر شعبان، وكانت الأعداء متربصين به لقتله، لأن كان هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أن الأئمة من بعدي 12 إمام كلهم من قريش، ولكن ليحمي الله عز وجل الإمام المهدي ويحفظه لم يبين الحمل على أمه الطاهرة السيدة نرجس، وأتت عمته حكيمة إلى منزلي في وقال لها الإمام الحسن العسكري عليه السلام سوف يلد اليوم هو آخر أئمة الهدى، وسوف يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. فتعجبت السيدة حكيمة من موقف الإمام الحسن العسكري، لأن لم تكن هناك إشارة لحمل السيدة نرجس، ولكن بعد طلوع الفجر ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وهو ساجدا إلى الأرض، ساجد إلى الأرض. أحسن. سادة المشاهدين الكرام، مثل هكذا معلومات يحملها هذا الشاب في هذا العمر 14 من عمره، وهو يحمل هذه الثقافة ويعرف هذه المعلومات التي قد تغيب عن كثير من الناس ممن هم يكبرونه سنا. إن هذا أمر أكيدا أنه يدخل السرور على قلب الإمام المهدي، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مثل هؤلاء الشباب وأن يوفقهم ويكونوا فعلا من الشباب المنتظر لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نحن نشكرك غاية الشكر ونقدم لك هذه الهدية، ونتمنى أن نلتقيك إن شاء الله في مناسبات أخرى. سادة المشاهدين الكرام، في الحقيقة أن تجد الشباب يتركون الملذات والشهوات الموجودة في الدنيا ويأتون إلى هذا المكان إنه لأمر جميل جدا، وإن شاء الله في رضا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويسرنا أن نلتقي مع أحد الشباب المؤمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمكم؟ محمد صادق. محمد صادق. محمد، أنت تأتي إلى مسجد السهلة، وفي مسجد السهلة يوجد هنالك مقام مهم ألا وهو مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك الكثير من الروايات والأحاديث وردت عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، منها الحديث القائل أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة عليهم. أحسن، بارك الله بك، بارك الله بك. أنت تأتي دائما إلى هذا المكان مسجد السهلة؟ يعني لا، بس بين فترة وأخرى. باعتبار أنك الآن في مرحلة الدراسة فتغتنم الفرصة للمجيء، أليس صحيح كذا؟ صحيح. نعم نعم، الله يبارك بك ونتمنى لك الموفقية وشكرا جزيلا لك. Thank you.
سادة المشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم في برنامج في منزل المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ويسرنا أن نلتقي بأحد المؤمنين المواظبين على زيارة مسجد السهلة وأداء الطاعة فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. سيدنا، سمعنا أنك من المواظبين على زيارة مسجد السهلة، حدثنا عن هذا الأمر. نسأل الله سبحانه عز وجل يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، الالتزام في مبادرة زيارة آل البيت وزيارة بيوت الله الحرام من فضل الله سبحانه عز وجل على النعم، ونعم من نعم الله على المؤمنين. نسأل الله القبول وطاعات لجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والعداد الغم عن هذه الأمة وبركة محمد وآل محمد. أحسن سيدنا، هنالك الكثير من الأحاديث وردت عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، منها هذا الحديث الذي يقول: أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة عليهم. أحسن. هذا الحديث سيدنا إلى ماذا يرمز؟ ما الذي استفاده العلماء من هذا الحديث؟ هذا الحديث انطلق من نبدأ أن نرجع لعلمائنا ومراجعنا الكرام بالكبيرة والصغيرة، ونجعلهم وهم سلسلة من بعد سفراء سيدي مولاي الإمام الحجة فرجه الشريف الأربعة، بحيث انقطع الوحي بين هذا المجتمع، وبقيت لدينا إلا هذه المراجع والوصول لله سبحانه عز وجل عن طريق الفتاوي وعن طريق ما نسمعه منهم أو أرسالاتهم وأحاديثهم ومجالسهم. ولا ننسى أن النظر في وجه العالم عبادة، ولا ننسى قول الأحاديث كثيرة عن المراجع إنهم كعلماء بني إسرائيل أو أفضل علماء بني إسرائيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك بكم سيدنا. إذن سادة المشاهدين الكرام، هذا ما يعبر عنه الأخ المؤمن من دور لعلمائنا الأعلام ومرجعيتنا الرشيدة، هذه المرجعية التي تعد الحصن الحصين كيف لا، وهي نائبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وتمثله في هذا الزمان الذي وإن غاب عنا الإمام روحا إلا أنه موجود معنا وفي قلوبنا وفي حدقات عيوننا، ونحن ننتظر ظهوره المبارك. ولكن من لطف الله عز وجل أنه وإن كان هناك غيبة لإمامنا وولينا، إلا أن هنالك علمائنا الأعلام الذين يرشدون إلى الطريق الصحيح والطريق القويم والنهج الصحيح حتى ظهوره المبارك. هنالك هدية سيدنا مقدمة من قناة الإمام المهدي فضائية، نرجو قبولها سيدنا، وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله الزيارة والأعمال إن شاء الله. الله يبارك بك سيدنا. شكرا مولاي. سادة المشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم وبرنامج في منزل المهدي عليه السلام. وكما تلاحظون أن المؤمنين بعد إكمالهم للصلاة الواجبة صلاة المغرب وصلاة العشاءين يبدأون بأداء العبادات في المقامات المقدسة بعد هذه الصلاة الواجبة. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم حدينا. الاسم عقيل حسين الأحسن. أهلا وسهلا بكم حدينا. من هو وزير الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ النبي عيسى صلى الله عليه وسلم. وما الذي يفعله؟ يصلي وراء الإمام طبعا. نعم. وفي هذه سادة المشاهدين الكرام، وفي هذه الصلاة التي يذكرها الأخ المؤمن، في هذه الصلاة يعطي رسالة لكل المسيح في العالم أن هذا هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنقذ العادل الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. شكرا جزيلا حجينا، وهذه تقبلوا من عندنا هذه الهدية الموفقة والمباركة إن شاء الله. الله يسلمكم. شكرا. سادة المشاهدين الكرام، من الأجوبة التي سمعناها من المؤمنين يبرهن لكم عمق الثقافة المهدوية التي يتمتع بها شيعة أهل البيت في انتظارهم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الثقافة التي اكتسبت من المنابر الحسينية، فكما نعلم أن المجتمع الشيعي من عشاق حضور المجالس الحسينية وما يطرحه خطباء المنبر الحسيني، كذلك الثقل الأكبر لرجال الحوزة العلمية في الدروس الحوزوية التي تعطى،
من الحضور في هذه الأماكن المقدسة التي يرتادها جميع العلماء والفضلاء والباحثين والأكاديميين الذين يسألهم هؤلاء الناس فيأخذون منهم الثقافة العامة والثقافة المهدوية. كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام وبرنامج في منزل المهدي في هذا المكان المبارك في مسجد السهلة المعظم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى من حلقات هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نوجه غاية شكرنا وتقديرنا وأمانينا لكم أن تكونوا من المنتظرين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى حلقات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.